حاصل؟ نلحقك ليه؟ خير في ايه؟ جنى حطت لولا هنا. البت جنى حطت لولي في البرميل؟ ايوه. طب بص الحقي علشان الدكتوره جايه النهارده. التطعيم 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 التطعيم، كل الاطفال تيجي هنا. التطعيم التطعيم، يلا تعالي تعالي تعالي، يلا بالدور التطعيم. الشاطر اللي هيطعم ليه هديه جميله قوي. لا خدي خدي يا دكتوره، خدي اديها. يا عيني، البت جنى اول واحده هتاخد حقنه التطعيم؟ ايوه هي اللي هتاخد الاول قبل رؤى. متاكده؟ ايوه. طب بسم الله امسكيها كويس يا عبير. ثانية بس افتح. لا 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 مش هنفتحها يا لولي. لا يا لولي لا. ليه؟ لا شوش تتعور. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا حبيبتي معلش. طيب لا خدي خدي خدي. معلش يا حبيبتي يا جنة، معلش يا حبيبتي. خدي يلا، جبتلك كيس شيبسي بيكسب اهو عليه الضحك. شكرا يا ماما. عجبك؟ ايوه. يلا بقى يلا يلا. غطست فيه. غطست في كيس الشيبسي؟ شايفه شايفاها؟ انا شايفاها جوه اهي. يلا يلا ندخل لها كده بالكاميرا. يلا طلعيها بقى. يلا معلش. يلا يا جماعه اللي عليه الدور الطفل اللي بعده، البت لولي. لا لا البت لولي خفت خفت. لا لولي هتاخد حقنة التطعيم، يعني هتاخد لا. الحقن مفيش كلام. ابوها بل دور جن، ابوها بقى اللي هيودي ده، يعني دور رؤى. رؤى اللي هتطعم. أي. يلا يا رؤى يا حبيبتي، يلا يلا علشان تطعمي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش بالشفا بالشفا. معلش معلش يا رؤى. معلش معلش. استني ما خدتش هديه. اتفضلي يا رؤى، علبه بيبسي جميله اهي عشان تشربي وتتهني. طب جنة مالها؟ جنة جنة عايزه عايزه ايه؟ ما هي جنة خدت الشيبسي ده اللي بيكسب. ايوه انت نسيتي ولا ايه؟ يلا اللي عليه الدور التطعيم التطعيم التطعيم. ايه التطعيم يا اطفال يا حلوين؟ انا عايزه البت لولي علشان تاخد الحقنه. يلا يا ولاد عشان التطعيم. يلا انت بتعملي ايه؟ بتجيبي لولي؟ يلا يا لولي. هي لولي حلوه. فين ابوها علشان يمسكها؟ ابوها اهو ابوها اهو 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 اهو. يلا بسرعة يلا علشان تاخد التطعيم وتتهنى. شربت شاي. شربت الشاي يا أستاذ أحمد؟ أيوه. طب يلا يا أستاذ أحمد علشان ندي بنتك التطعيم. راسها وقعت. احنا لازم نشتري لولي جديدة يا لولي. أيوه هي بتقع. يلا 1 2 3. أنا غمض بقى. غمض يا أستاذ أحمد. يلا. معلش معلش يا اختي يا حلوه. يلا عشان تاخدي يا اختي هديتك الجميله. يلا بس انا شايل لولي، مش هقدر اشيل حاجه تانية، ده كبير. لا خد كيس شيبسي بيكسب بس عليه راجل. لا بصي لو حطينا ده هنا، بصي بقها تخيلي اللي ده. لا لا انا عايزه ازازه عشان لولي تكسرها بس بلاستيك. عايزه ازازه بلاستيك؟ بص تعالى اهو عندي ليك هديه حلوه اهي. خد. لا لا مش ليه؟ امال عايز ايه؟ طيب اتفضل. شكرا لولي هتلعب بيها. يلا التطعيم التطعيم يا اطفال يا حلوين. لسه في اطفال هتطعم ولا ايه؟ كتير كتير قوي. طب يلا هاتي الاطفال، يلا بالدور. يلا يا جماعه يلا الاطفال. لا مش تجيبي لي الاطفال دي، لازم يكونوا لابسين، لازم الطفل يجي وهو لابس هدومه. خدي لبسي الاطفال علشان عيب. يلا الاطفال. لا انا كنت هلبسها. برافو عليكي. بصي في طفل جت اهي. لا دي كبيره. لا طفله والله لابسه اهي. ما هي لابسه بس لازم تطعم. يلا وقفيها عشان تطعم. 1 بس دي لوحدها. مامتها مش معاها؟ ايوه مامتها اهي يا حبيبتي. بصي مامتها حلوه ازاي اهي. يلا امسكي بنتك يا حاجه علشان خاطر تاخد الايه؟ الحقنه. ايه تطعيم؟ يلا 1 2 3. بس التطعيم بياخد في البق. لا ما هو في تطعيم حقن وفي تطعيم في البق، ده تطعيم الحقن. يلا يلا بالشفا يا حبيبتي بالشفا. خد خد العربية الحلوة دي ليك عشان تركبي فيها في البيت. يلا التطعيم يلا التطعيم. يلا يا اطفال يلا التطعيم التطعيم التطعيم.
كفايه كده يا دكتوره. لا لا يا ماما لسه في. خدي يا دكتوره السماعه بتاعتك اهي. انت عارفه قالوا لي ان الدكتوره لازم يكون معاها سماعه سميه علشان تسمع القلب بتاع المريض. يلا النونه دي عايزه تقطع. لا النونه دي لا. بالدور بالدور يكون معاها باباها. باباها اهو اهو. اتفضل يا استاذ وقف هنا عشان ده جاي محمد صلاح. ما هو باباها والله محمد صلاح بيلعب.